لشبيبة القبائل تثني نفذة عالية. الهدف الأول لشبيبة القبائل من أوتشي، تمريرة واحدة كانت سحرية مليمترية من تثني، وضع فوق رأس أوتشي فرعة كبيرة فوق المدرجات من جانب عناصر من جانب أنصار شبيبة القبائل. كيف خرج أوتشي؟ من أين خرج؟ كيف رأى تثني؟ كيف وضع الكرة فوق رأسه؟ سنشاهد كل هذا معك يا هيكل. مليمترية الكرة جاف يونس وضعها داخل وفي القائمة الأول. هل أوتشي الذي كان رائعا أم أن دفاع النصرية نسى نفسه في هذه الكرة؟ الكرة طويلة فعلا، أرسلها طويلة، ولكن وردي لنا ولد استرجع في الوسط. الصراع بينه وبين أوكازي في نهاية المطاف، طويلة في عمق دفاع الشبيبة، خطيرة. هدف التعادل، هدف التعادل لنصر حسين داي مباشرة مع بداية الشوط الأول. هو يجمع معاكسة خسائر يتمكن من تسجيل أو من تعديل النتيجة بعد هذه الهجمة المعاكسة السريعة الخاطفة. الهدف يسجله طبعا ديب الذي كنت تتحدث عنه منذ لحظات، لو خاسف أو ديب يا هيكل من سجل، لأن الهجمة كانت معاكسة وسريعة لنصر حسين داي بانطلاقة. الانطلاقة كانت من يوسفي، قدم الكرة مباشرة لخاسف صعب التمريرة، وفي النهاية ديب هو في المتابعة. كنا تكلمنا على ديب، كنا مطلوب منه هو اللي لما تكون عنده الكرة يجيب الإضافة، يمشي مع المهاجمين. وهنا تشوف بلي المهاجم طلب الكرة الأولى هو اللي مشى للقائم الثاني، والقائم الثاني كان الحل. الكرة دائما لعناصر الشبيبة، أوتشي يعود للوراء في ظروف صعبة، في ظروف صعبة لأنه تمركز عناصر النصرية جميل إلى حد الآن، ولكن البحث عن الأروقة، البحث عن الحل مع شتي من هناك، شتي مع تفني دائما، تفني وسع في القائمة الثانية ناحية حمرون، صعبة! يا سلام يا سلام يا سلام على روعة هذا الهدف الجميل، أي هدف، أي روعة، أي جمال هذا الهدف المصنوع كما ينبغي. تنفجر المدرجات، مدرجات ملعب اول نوفمبر. كل الاهداف التي جاءتنا الى حد الان هي اهداف مدروسه مخدومه ملعوبه، سواء هدف النصريه وهدف شبيبه القبائل. الهدف وهكذا الفرق فوق المدرجات سنشاهده حتما يا يونس يا ابتسام مع هيكل قزمي بعض لحظات، سياخذ كامل وقته حتى يقدمنا اللقطه من بدايتها، لانه روعتها في كيفيه البناء الهجمه. ها يا هيكل الانطلاقه من شدي يقدمها لطفني، شوف الترويض بالصدر، شوف الترويض وشوف التسديده بخارج القدم. الترويض بالصدر كريم، خاصة التسديدة في القائم الثاني وين الحارس كان في القائم الأول. لكن قبل كل